الحلقة الماضية كانت المنافسة بين أسماء عبدين ورائدة علي، وكود الطبخة كان اللي بدري بدري واللي ما بدري بيقول كف عدس، وبدوا المتسابقين بالطبخ كل واحد على طريقته الخاصة. وبعد ما قدموا طبخاتهم إلى لجنة التحكيم كان الفوز من نصيب المتسابقة أسماء عبدين لتتأهل إلى المرحلة القادمة. الرابحة معانا لليوم هي أسماء. برافو أسماء، ألف مبروك. أهلاً وسهلاً فيكي، نورتينا. وفي هالحلقة حضروا معنا متسابقين جداد وطبخة جديدة. دينا هلسة رح تخبرنا شو صار. يلا يا دينا. أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا بأولى تحديات المرحلة الثانية. 13 متسابق ومتسابقة تأهلوا معانا لهالمرحلة من برنامج ليدر شيف. بس هالمرحلة رح تكون مختلفة شوي عن المرحلة الأولى، ما رح يكون عندنا كود، رح يكون عندنا طبخة محددتها اللجنة، رح نقدمها للمتسابقين ولازم يلتزموا فيها، بس رح يكون الفرق بالنكهة وبالطعم بطريقة الطبخ أكيد. أولاً رح أرحب بلجنة التحكيم، أهلاً وسهلاً فيكم. نورتونا، شرفتونا، أهلاً. رح يكون معنا اليوم من متسابقات المرحلة الأولى اللي تأهلوا معنا أكيد منار وروان. أهلا وسهلا فيكم منار وروان، مستعدين لهالمرحلة؟ إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا مستعدين أكيد. مشاهدينا، رح أنتقل أولا للجنة، عندي شوية أسئلة ورح أبلش مع شيف منار أكيد. منار أكيد شيف منال، ممكن تشرحي لنا أكثر شوي عن هالمرحلة وكيف رح يكون تقييمكم أكثر؟ يعني رح يكون مثلا رح تحددوا أكثر أو رح يعني تنتبهوا أكثر على تفاصيل؟ هلا أول شيء هلا بحب ارحب بكل المشاركين اللي تاهلوا وبهنيهم على هالوصول، يعني اكيد هالمرحله ما كانش شيء سهل، يعني مرقوا بمرحله التصفيات وبعدين لوصلوا للمرحله الاولى وهلا ان شاء الله يعني بالمرحله الثانيه، وبتمنى لهم التوفيق اكيد. هاي المرحله احنا حبينا نغير عن الكود اللي اعطيناهم اياه بالمرحله الاولى، حبينا نعطيهم طبخه واحده، واكيد كل واحد فينا، وسالتينا قبل هيك عن النفس، كل واحد فينا له لمساته الخاصه، له طريقته الخاصه، فاحنا متاكدين انه بالرغم انه رح نطلب طبخه واحده منهم اثنتين او منهم الاثنين رح يكون النتيجه مختلفه اكيد. فبتمنى لهم كل التوفيق. بالنسبه لنا هلا احنا المفروض انتقلنا على مرحله اعلى، فتوقعاتنا جدا اعلى، واكيد رح نكون اكثر يعني دقه في النظر والتفصيل للاطباق المقدمه. صحيح. فكل التوفيق لهم. شكرا لك شيف منال. شيف مثنى، عندنا روان عملت برياني بالحلقه الماضيه مزبوط، ايش نصيحتك لها من الاخطاء اللي هي وقعت فيها، انه ايش كان في عندها اغلاط وين لازم تنتبه اكثر؟ هو تعمل برياني. لا العافيه، موفقين ان شاء الله. طبعا المرحله الثانيه تختلف عن المرحله الاولى. بدايه يعني احنا التقينا فيكم والتقينا بالجميع وشفنا كل انسان وهوايته وشفنا ايش نقطة ضعفه بتعريفه عن نفسه. المرحلة الثانية انتوا نفذتوا قدامنا. هلا انتوا تأهلتوا بحكم انه عندكم يعني تميز عن بعض المتسابقين اللي خسروا او طلعوا. هلا المرحلة هذه يعني ما بدها غلط. واعطيناكم نصائح في المرة الماضية تحديدا مشان موضوع البرياني اخر مرة لما حكينا موضوع البهار، موضوع الرز، نتحكم في الطعم، نفهم الكود، نفهم الطلب تبعنا ايش هو، واعطي كل ذي حق حقه. فانا دائما نصيحتي لكم انه ما تشتوا كثير. يعني على فكره المرحله هاي راح تكون هي صعبه بس هي اسهل. ليش؟ لانه المره هاي احنا راح نحدد لكم طبخه يعني مفهوم وحده، فبعتقد الكل بيقدر يتقنها، ولكن بدنا نتميز باسم الطعم او بالطريقه، وان شاء الله موفقين. خلص. شكرا لك شيف مثنى. فكرت رح تضيف شيء يعني، بس انا بدي اضيف بس بعدين. اوكي يلا. شيف خميس منار عملت لنا فتة مسخن بالتحدي الماضي مزبوط، في ملاحظات كانت عليها قبل حابب تنصحها نصائح؟ صراحة فتة المسخن كانت كثير زاكية، ما فيش عليها ملاحظات. أنا بدي أقول لها مفاجأة إنه أنا حطيتها على المنيو عندي، أنا كنت واعد حدا بحلقة ثانية بالفعل، وعملت عليها فود تيستينج وعدلت شوي ولداء وطاروا بصراحة من طعمتها، خبرت أنا شيف منال هذا الحكي. حلو. فبرافو عليها، انتقلت من مرحلة لمرحلة. بس أنا بدي أحكي شغلة، إحنا كل مكان كل بداية
وبنوقف عند مكان. بديش احكي لك البدايه نهايه، ولكن بدايه ونهايه المرحله الاولى خلصت. سقف توقعاتنا ارتفع، في اشياء كثير احنا كنا نشوفها ونحكي معلش عشان اول مره وهيك، هلا ما في. كل ما نطلع اكثر، لانه هلا بده يفوز من هون، بده يطلع المرحله الثالثه، يعني المرحله النهائيه تقريبا. فبده يكون حاط قدامه بعين الاعتبار انه اذا في كنا نتساهل او في بعض الاشياء كنا نتساهل فيها، هلا ما في تساهل. يعني انا هلا بحاسب حدا واقف على ستيشن، ستيشن دائما تبعته تضلها نظيفه، اموره بتضلها تمام، بيعرف كيف يتعامل مع الغاز، بيعرف كيف يتعامل مع الفرن، بيعرف كيف يتعامل مع اكله. يعني انا اتمنى انه ما نرجع نعيد نفس ملاحظات بتاعت المرحله الاولى، مش بس لهم، لكل الناس اللي انتقلوا للمرحله الثانيه. المفروض انه احنا بدينا مرحله جديده، الملاحظات ما لازم تختلف، يرفعوا من مستوى المسابقه، لانه مش المفروض نقعد حكينا المرحله الاولى ونرجع نطول على المشاهدين برضه ب 12 او سوري او المرحله الثانيه تكون نفس مستوى المرحله الاولى. غيرنا الثيم، وبتمنى انه غيرنا طريقه التقديم، وبتمنى انه يكونوا انسخف يعني توقعاتنا، ويكونوا معنا بمحل ما احنا ماشيين. يعني ان شاء الله كل شكرا لكم ورمضان كريم. اكيد بالفعل احنا نوهنا بدايه الحلقات، يعني حتى قبل ما نبدا بالمسابقه وعجبتني هاي الشغله. يعني مستشف خميس احنا حكينا، يعني حكينا كلمه جوهريه، انه احنا كمان كشف فات برضه، احنا كل انسان فينا بضل يتعلم، وبالفعل احنا من خلالكم من ابداعكم نتعلم، عشان هيك بنطالبكم بابداع، فالانسان بضل يتعلم. فعلمونا اكيد، احنا اكيد نتعلم من بعض. بالضبط، اكيد احنا بنتعلم من بعض، بس كل طريقه بتكمل الثانيه. صح مزبوط. شكرا لك شيف، شكرا لجلسه التحكيم. منار وروان جاهزين؟ جاهزين. عندكم توقعات معينه؟ لا ابدا عن جد لا. بتفضلي شيء معين روان؟ لا ما عندك اي مشكله. وين شاطره بالوين؟ بافلو وين؟ يا عيني، شفت منها مره انا وحققت معه، عملت شويه شغلات، طلع بحلوين، بحاول اعرف شوي نقاط ضعف روحي قلت لهم اياها، بس قال لي ماما بتعمل وينز منيح عشان يزن هون، فمن بعد عن الوينز. وبتمنى لكم كل التوفيق روان ومنار. مستعدين تعرفوا طبخه اليوم؟ ان شاء الله. طبخه اليوم معي ضل اني اعلن عنها. غطوا غطوا عليكم. وطبخه اليوم هي باميه باللحمه. انبسطوا الصبايا حسيت؟ تمام. طب خرجيني منها. هاي كثير الاكله بحبها. تعمل معكم تمزح معكم اصلا. شفت؟ لا 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 هي اكيد باميه باللحمه. عن جد؟ شفتي الحين هيك؟ بس حابه يلعب باعصابكم شيف خميس. جاهزين؟ جاهزين. المطبخ معاكم، اتفضلوا. هلا هي باميه، هي بامي يعني فيها مليون قصه. وكل بيت اردني او عربي لا لا طريقة. هاي في لها مليون قصه طريقه، بس فيها مليون قصه انه احنا نقدر نلقط عليها غلط، فنشوفوا شو بتتصرفوا. بالتوفيق صبايا. خلينا نشوف الباميه منكم. تفضل تفضل. طبعا الاشياء محطوطه عندي هون تحت الكاونتر بالثلج عشان ما حدا يقول رومين هم وهيك، ما حطيتني الثلج انا طبعا الثلج. احنا كثير ركزنا على موضوع حفظ الاطعمه، فاكيد ما رح اكيد رح ننتبه على هاي المواضيع. فود سيفتي.
كثير روح التعاون موجود كثير هلا. انا ملاحظه كثير عم بتساعدوا. بعدين احنا بدنا نحيي اهل اربد لانه احنا متسابقات تنتين من اربد يا عيني. فيعني شوفي احنا جايين من كل من كل المحافظات جايين لليدر شيف، هذا شغله كثير كويسه. آه الحمد لله، واليوم احنا شملت والنيه باميه. اكيد بنوجه تحيه لكل اهل اربد، ماما من اربد باي ذا واي، عشان هيك انا شددت على الموضوع. واضح التركيز الشديد. حتى ضحك ما عم بضحكوا معنا. بس انبسطوا تنتين لما عرفوا الموضوع. لا واضح انه تنتين شاطرين فيه. روان شو فكرت تعملي؟ بامية. ما في خيار. هلا هو خليها. وانا مش سألتها هي، طيب ليش بتجاوبي؟ انا بحب اساعدها. ما احنا بنحزن عليها مرات انت تروح تربط بالجاي. ما بصير. لا بس ما شاء الله عن يعني انطلاقتهم في المطبخ تحركهم لسه احسن من المره الاولى. اكيد تعود على المطبخ. تعود على المطبخ. محلاهم مش متعودين. يعني هذا على المرحله الثالثه احنا غاز هم هذول. لوان ايش حسيتي حالك تعلمتي بعد ما وصلتي للمرحله الثانيه؟ حسيت صار عندك شيء يعني صرتي عارفه شو بدك تعملي اكثر؟ صار في تركيز اكثر، سرعه اكثر، ترتيب، فصرتي قادره يعني تركزي شوي اكثر من قبل صح؟ اكيد. ومنار حسيتي حالك كسبتي شوي خبره اكثر؟ اكيد. مع البرنامج اكيد اكيد. ايش رح تعملي هلا منار؟ طبعا لانها البامية مفرزة فانا متعودة اقليها شوي قبل لا اطبخ، فرح نبلش بقلي البامية. او روان كمان عم تقلي البامية اولا.
مشاهدينا الصبايا مستمرين بطبخة البامية، رح نروح فاصل ونرجع، خليكم معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا والصبايا صاروا جاهزين والبامية باللحمة صارت جاهزة، خلينا نشوف وندوق وناخذ آراء لجنة التحكيم، خليكم معنا. جاهزة منار؟ إن شاء الله. أو مين بيحب يبلش، منار أو روان؟ أنا بقول لك الأجندة تاعتها زي ما بدك. احنا بنحكي على شيف منال، بتقدري تبشروا عنك. تعال تعال أكيد. يلا هات هات هات. سلم ايديكي، صرتي حاطه دور مكانك اكيد. مشروب صحن. انا حكيت ما راح اسكت. تذكرين لما حكيت ما راح اسكت؟ شكرا روان. والله بجوز احط لك بلا. في حدا قال لي ما بدي. ماشي. بدي اتاكد اني حطيت من كل شيء، معلش اسمحوا لي اتاكد اني حطيت قطعه لحمه. هاي الدبل زي واحنا صغار بنكون ندور على اللحمه بالصغير. الحياه بس عشان ادوق. بس يكبر من بطن اللحمه. هو فعليا يعني هيك. تفضل تفضلي تفضلي خلي نورك. تفضل كمان. شوي بس. احكي يا روان. يلا احكي لنا شو عملتي. شو عملتي؟ انا حطيت اول شيء الباميه قليتها لانها فروزن، وقليتها بحبات ثوم كبار، بعدين سلقت اللحمه عشان اضمن انها استوت. ورجعت حطيت الباميه مع شويه بصل وثوم وقليتهم، وحطيت بندوره وفلفله حاره. واللحمه يعني وميه اللحمه شوي شوي من مي اللحم لانه لازم تكون يعني منشفه شوي، وفلفل اسود بس. طيب احنا حكينا بالمره الماضيه على موضوع الزيت الزياده، كيف بيقدر الزيت طلعي. هلا هاي انا بدي اعتبر انها ايش؟ انها مرقه، مرقه البندوره، لكن هي بالواقع مش مرقه، هي زيت. انا ما كثرت زيت. هلا بغض النظر احنا شو حكينا ملاحظه المره الماضيه؟ قلنا لما بكون في عندنا شيء له علاقه بالقلي وله علاقه بالطهي في الضيافه، احنا لازم ايش نعمل؟ لازم نفصل شوي، يا بنخفف موضوع الميه نحافظ على السوائل بعد التنشيف او انه بننشفها. هاي ملاحظه. سخنة أجاز؟ أنا خلصت. صحتين. بس خليني أكمل. ما أكمل عشان تحكي ولا خلص؟ لا بدي أكمل أنا. تفضل. ما عشان أخلص. البرزنتيشن رائع، ما عندي أي مشكلة. تعليقي بس على حبات الفلفل، أنت حاولت تحب يعني تعملي شيء. أنا بحب البامية مع فلفل. أوكي ما عندي مشكلة. بس كان بامكاننا انه نقطعهم بطريقه شوي يعني، ها فهمت علي كيف؟ يعني نعطيها منظر يعني، بس ماشي الحال. كبرزنتيشن رائع، الطعم خيال، المكونات مش مستويه. انا بالنسبه لي لا الباميه ولا اللحمه وال انا قلت بالحد معلش انت. احنا حكينا هلا في شغلات ممكن الواحد غاض عنها بيمشي عنها. انا شخصيا بالنسبه لي يعني انا وريتك شوفي، تعرف هذه لو مي كان شربتها الخبز، انا خصصها للانتقال، شوفي هذا الزيت. فاحنا قلنا هذه الملاحظه في المره الاولانيه، فهذا لازم احنا ندير بالنا عليه حتى انه ما يتكرر مره ثانيه. موفقه. هلا اول شيء سلم ايديك وعينيك. واحد كثير حبيت انك عملتي بالصينيه تغيير عن التيبيكال بامية طبيخ، حبيت انك حطيتيها حاره. انا مش كثير ابيك فان اوف حار، بس صايره مع البرنامج احب الحار. بالنسبة لي الصوص أنا بحبها هيك تانجي ولذيذة وفيها حموضة ظريفة. أنا بالنسبة لي سوري البامية كلها يعني حسيتها مستوية وكلها تمام، مشكلتي كانت مع اللحمة، اللحمة عن جد مو مستوية أبداً أبداً. يعني برأيي يمكن لو صغرت القطع يعني، لأنه الوقت قليل، لأنه عندنا ساعة، مرات الواحد ما بيعرف لأنك مش أنت اللي جايب اللحمة، فممكن الواحد يصغر القطع على أساس يضمن إنها استوت. فأنا فعلياً ما قدرت حتى أقسمها فما حاولت إني أكلها، بس كصوص لذيذه. حبيت كثير اضافه دبس الرمان، انا بالنسبه لي هذا الشيء انا بعمله فانا بحبه.
يعني كصوص وكبامية لو بدي أعتبرها فيجيتيريان من غير اللحمة بتعجبني جدا، بس مشكلتي هي مع اللحمة أنها مش مستوية. بالنسبة لموضوع الزيت، هي بطبيعة البامية بحسها زيت بتنجان، تشرب زيت، تشرب زيت. وأنا شفتك إنك ما قلتيها بزيت غزير، قلتيها بزيت خفيف بس بس للمستقبل ممكن إنك تحاولي تصفيها أكتر، أو مثلا إذا غليتيها غلوة بمرقة اللحمة وأنت الزيت اللي على الوجه عشان تخففي الزيت. بس أما يعني كصوص روعة، بس هي عدم استوى اللحمة قد يكون هو أحد أسباب المشكلة في الطبق. استمو ذكي. أول شيء يعطيك العافية، حبيت كثير الطعم. زي ما حكيت منال، طفيت أنت على البارد، حطيتي على الآخر حطيتي دبس رمان زي ما حكيتنا فيه، وهذا ضاف للطعم كثير صراحة. هي أقرب للبامية بالزيت من أنها تكون صينية، عشان احنا نكون اوكي. هي اقرب للباميه بالزيت، يعني احنا بقدر انا كخميس بشوفها باميه بالزيت، بشوفهاش لا صينيه ولا هيك، لانه اذا بدي احكي صينيه مش لازم اشوف هالقد فيها زيت، حتى لو انه الزيت بيشرب، حتى لو هالباميه بتشرب زيت. طيبه اوكي، وحتى لو انها باميه بالزيت لازم تكون اخف من هيك شوي، ولازم يعني ما اشوفش هالقد زيت يعني اوكي. بس هي زاكيه، عملتي اللي عليكي. انا حاسس انه في تطور مستواكي، يعني بناسب هاي المرحله اوكي. انا عندي اعتراض، ممكن بديش احمل المسؤوليه لهم، لانه انا يعني احنا لما بنقوم عشان ننقل صوره. انا شفت انهم اشتغلوا باللحمه على اكمل وجه، ما بعرف لسه منار انا ما ادري صحيح. اذا عندنا مشكله احنا حاولت باللحمه، اذا احنا انا ما بدي احمل مسؤوليه، ولكن ممكن احنا تكون قطعتنا غلط او انه شيء، لانه انا شفت ما اعتقدش انه اللحمه مقطعه بهذا الوقت، بدها اكثر من هيك يعني. وقت على العموم انا بالنسبه لي الصح، لا هذا النقطه عادي احنا بالضبط صح، ناجح تمام، برزنتيشن حلوه، اقل زيت، وانا حبيت كثير. شكرا لك، كل التوفيق. انا بس بالنسبه لموضوع اللحمه، احنا ما بنحط اللوم على اللحمه. هلا انت افرض انه انت عندك عزومه على سبيل المثال، رحتي على لحام ماشي، وبالغلط اللحام حط لك شغله وانت مستعجل واخذته ورحت على البيت وما عندك وقت ترجع له مره ثانيه. طب البريستو اوكي، انا مش على بريستو. هلا انت بدك تقدر تتصرف، ما عندك بريستو، ما عندك بريستو، كيف بدك تقطعها صغيره؟ انت بدك تتصرفي. هلا انت شوفي قدامك خيار، انت عارف المرحله اللي جاي، المرحله اللي جاي اصعب، فهمتيني؟ انت هلا امامك الخيار تماما. انا القصد ما بدي اهبط معنوياتك. انا لما حكينا احنا يعني مش منزل الشغل، بس لما حكينا عن موضوع الزيت بدنا نتقيد فيه تماما. هلا احنا شو الكود تبعنا؟ بامية باللحمه، ما شرطنا عليك صينيه بغير صينيه، الامور هذه كلها يعني. يمكن تعرفي لو انت عامله شويه رز جنبها يمكن لسه استقبلتها اكثر ما تكون هيك، حتى بالزيت الزايد تبعها. فالنصيحه لك بس، خذي صاحبك، سلم ايديك، يعطيك العافيه، يسلم ايديك. تمام سخنه؟ اوكي، تعالي 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 تعالي، تاخذي على الصحن مش مشكله. بعدين انت حط الشيف عنده كل واحد. ما فهمت. شكرا روان، سلم ايديك. وننتقل مع منار. جاهزه منار؟ أنا المشكلة انكم انتوا وقفتوا للمرة، ياكم تتذكروا بس لا، بس اليوم كثير الوضع مرعب اليوم. لا لان هالاكلة يعني ماشي بليز، كان رح يسكبني. شوف اجت عيني عليهم، بتعرف يا المثل. انا ما بدي اسوي زبطة. ايوه بلاش اشرق، كلي يا رب. شو هالعرق؟ شوي ادفعي، بس مش كلي يا حبيبتي، مش الكاميرات عادي، ما بزعل انا. يلا رياضية طبعا، انا احكي طبعا شو ما كنتش طبعا. طبختين مثلا عشان انت سوري احلى سالناك ايش ماشي. هلا انا متعوده الباميه اعملها بالتونه
بالتومة كمان ما يعني ما العبش بالتومة، ضل هي فصوص تومة بحيث انه ما تضغى على طعمة البامية، يعني احس انا بطعمة البامية. اوكي كملي. بس هي يعني مش كتير بلعب بالنكهة، يعني هي بس فلفل اسود و بس والبامية يعني. بس هالكلام. طيب انا بدي احكي اول واحد. انا كنت شوف خميس بأزون مش عشان اجي انصر، انا خميس دافع عنكم موضوع اللحمه صراحه عشان تنوقف انه قطعها اصغر وبرضه انا مش عشان نظلم، عشان نحكي الصح. في واضح انه مشكله في اللحمه، اوكي مش مستويه حتى صغيره، مش مستويه مقطعه صغيره، وهذه وجهه نظري كانت. قلت لهم لو تقطعت اللحمه تشوي تمام، فبنسحبها هاي، واحنا بنسحب هاي الملاحظه حتى عن الكروان تمام. اوكي انا حبيت يعني انا حاسس في طعم ناقص، يعني في شيء ناقص، انا حاسس انه في يعني التوكلي ما يعني بتضيعي شوي بالطعم، اوكي وبترجعي بتلاقي حالك بمكان ثاني، بعدين بترجع بتلاقي حالك بتوكلي قلاية بندورة مش عارف شو زيك، بعدين بتلاقي حالك عشان التومي كمان حب يعني بتوهمك انه انت اذا ما اكلتي بامي ما بتعرفي حالك بتوكلي بامي. يعني بدي احكي انه في تقارب شديد بين التنتين، يعني في شيء يعني بينكم طبخين زي بعض كمان، يعني ما حدا حاول يعمل إشي تاني غير زي بعض، في إشي غلط، في إشي ضايع، يعني حاسس إنه في نقص ملح، مش نقص فلفل، فلفل أسود محطوط كميته، خليني أكون واضح، في نقص ملح، الزيت نفس المشكلة، أوكي خلينا نكون واضحين، في طعم غلط، يعني في طعم غلط، هاي الطعمة بتدوق بتنبسط بعد ما تعمل هيك أشهر، موضة زيادة، فهمت علي؟ فأنا حبيت البرزنتيشن، يعطيكم العافية الثنتين، احنا رفعنا لكم موضوع اللحمة. يعني نبرئ ذمتكم من اللحمة. بالضبط، بس طيبة تتاكل. ممكن لا لا سوى تمام. مستوية. ممكن لو أكلتها مع خبز ممكن. خلوني أجرب، والله بس طيب أنا بالنسبة لإلي الطعم اللي بجوز هو بقول عنه ناقص، أنا بالنسبة لإلي هو التانج اللي هو الحموضة في الصوص. يمكن أنا هذا اللي ناقصني، حاسة أنا بالعكس، أنا عكسك شوي، حسيتها أنا مش إنها مالحة، الملح لا بدها ملح، أنا حسها ملحة كويس، بس في بالنسبة لإلي تعرفي كيف البندورة لازم تكون في بالانس بين الملوحة والحموضة والسويتنس والحلاوة، هذا زي الثلاثي إذا بدي أعتبره. هون بالنسبة لإلي الإشي الوحيد اللي حسيته ناقص اللي هو طعمة يعني ما أخذنيش لهناك، اللي هو طعمة السويتنس على الحموضة ضيع يعني شوي، بس بالنسبة للاستواء مستوية، طعمها لذيذ، وقلنا أعفناكم من موضوع اللحمة. عفتوه. إذا بدي أحكي عن أنو بالنسبة لإلي أقرب كطعم البامية بصراحة كانت هون، حسيت البامية طعمها أوضح أنا بالنسبة لإلي عند روان، بس other than that تسلم ايديكي. والزيت هذه شكله مشكله لانه طبيعه البامية تشرب زيت. بس احنا في كمان نقطه بصير احكي شغله عشان ارجع اكمل لانه دقت هي طعمة البامية زاكي. يعني انا بحكي جاتين، بس كنت اتمنى انكم لما قلتوها حطيتوها على فاينه حطوها يعني. طيب حطوها تنتين اكيد، بس مش معقول. طيب انا بدي احكي رايي ممكن نوع البامية عشان تعرفوا البامية، يعني انا سمعت منكم قبل ما تبلشوا انه البامية تخصصكم، يعني هيك اللي فهمتوا، يعني انتم مختصين. هلا الشباب الله يحيي اهل الشباب. الباميه بشكل عام لما بتنقلى لازم تتصفى، بعد ما تتصفى تحديدا بعد ما تنقلى وهي لستات البيوت كلها لازم تنحط بالفريزر، فهمت علي كيف؟ ما تستخدم. ليش؟ عشان تاخذ قوامها بعد القلي، بعد هيك بتقدروا تستخدموها. هاي لها علاقه اللي بسموها البزقيات، يعني الفريزر شو بتعمل؟ الفريزر بتحفظ قوامها، فهمت علي كيف؟ بطل تفرز افرازات تامه. هلا موضوع اللحمه انا بالنسبه لي ما بعرف حدا منه، ليش؟ لانه انا بالنسبه لي بعتبر حالي في مسابقه، اقول لك انا ممكن اجيب لك لحمه بدي تدبر راسك فيها تسويليها رقم واحد، بس ليس الا اغلبيه الدجاجه ما عندي مشكله. الشغله الثانيه موضوع الصوص، انا برجع باكد عليه مره ثانيه. انا ما بحكي عن الطعم، طعم رائع، رائع جدا، فهمت علي كيف؟ حتى حسيت انه يمكن انت حاطه شويه نعناع فيه ولا شيء زي هيك، بس انا هيك خربت لي الطعم. بس الموضوع الزيت عندكم قاتل، احنا بندور على صحن يمثل كود، بس بدي اياه يعني بيرفكت، ما بدي اعلق عليه نهائيا. زي موضوع لما نيجي نحط الكريمه كيف نشتغل الكريمه، يعني مسخنه مش مسخنه، امور زي هيك. الطبق اللي قدامي كويس انا بالنسبه لي، يعني راضي عنه ومستوي الباميه، بعتقد لو خففت المي شويه فتحت الطنجره عليها وطلعتيها حطيتيها بعدين بالصينيه بكون افضل.
وبدي اخر شيء احكي لكم كلمه. لما بدكم تشتغلوا صواني باميه، صواني الباميه ما بتنطبخ في الطنجره وبتنحط بالصينيه، فهمت علي كيف؟ بدكم تشتغلوها اول شيء الباميه بتنفرش بالصينيه، بتطبخوا كل مكونات الصوص ليصل لدرجه انه يا دوبك يخف، وبعدين تفرشوها تحميرتها مش اكثر من 3 دقائق. يعطيك العافيه، موفقه. بس ممكن اسال سؤال؟ انت استخدمتي هون مره اللحمه؟ اوكي، انا عرفت شو الناقص. الناقص ليش اعطتني طعمه قليت البندوره؟ لانه ما في طعم لحمه، انت تفوتي شيء في اللحمه وحطيتيهم. بالضبط، لو حطيتي مرقه اللحمه كان حسستيني انه في دسامه في الموضوع، في انفصال. انفصال، انا عرفت شو المشكله. ايه في انفصال. المشكله كانت انسلقت شوي، يعني حطيت لها شويه مي. بالضبط، لانه وبعدين انا شفتك تذكرت شغله انت طبختي، اذا طلعوا عند على لحمتها لمنار بتلاقوها شوي ماخذه لون، لانه محمره. بالضبط، محمره يعني. لو استخدمتي مي، لو انك شوي عملتيها ستوك مع شويه مقطع طريه جزر وبصل وهيل وغار وهذه الامور، غليتيها واخذتي شويه غليتيهم هون، كان ما حسيت البندوره هلاقي بندوره، كان حسيتها انت طبيخ. وهذه هي المشكله، هذه بس خلص. انا عم بكلم المعلمه، شكرا لكل شكرا لك. شكرا لك. يسلم، شكرا. شوفي سلم ايديك كذا مصطفى. شكرا لك منار، وشكرا روان. مشاهدينا فاصل صغير ورح نرجع مع النتيجة، خليكم معنا. ورجعنا لكم يا حلوين بآخر جزء من هالحلقة. الصبايا طبخوا وقدموا طبختهم وعملوا اللي عليهم، واللجنة داقت وقررت وأعطتني اسم الرابحة أو المتأهلة للمرحلة اللي بعدها. خلينا نعرف مين المتأهلة معنا للمرحلة القادمة. هل هي منار أم روان؟ روان قد ايه راضي عن طبقك؟ كويس، يعني كوقت قليل وما في معدات يعني انا بستخدمها بالبيت، بالنسبه لي انا بحكي منيح. منيح الحمد لله، المهم تكون راضي عن حالك وراضي عن اللي عملتيه. اكيد. وبالنسبه لمنار؟ اكيد، يعني الواحد لو كان في البيت راح يطلع شيء ثاني، يعني اكيد لما يكون مطبخك واغراضك متعوده عليهم. أكيد. ممكن اكيد بتفرق. أكيد. بس احنا مضطرين نختار بين روان أو منار. الطبقين كانوا جيدين نوعا ما، الطبقين كانوا وصلوا لمعايير محددة وقدروا يوصلوا للهدف اللي طالبينه اللجنة. مشاهدينا، روان أو منار، الاسم الرابح معنا لليوم هي روان. ألف مبروك، ألف مبروك روان. شكرا. اكيد منار، انا صراحه كنت متوقع احسن منك. مبروك روان، تستاهل الصراحه. شكرا. لانه انا تبعت الامور اللي انت بتشتغلي فيها، مستواك اعتقد انه بكون احسن من هيك. اوكي، وما بعرف، احس انه عندك قدره اكثر من هاي. اوكي، بتمنى لك التوفيق باللي جاي، وانت حد عن جد بيعرف يطبخ وعنده نفس. من المرة اللي فاتت عندك تكنيك كويس وعندك نوليدج وحد فاهم بالأكل، يعني مش هاد. أنا أعتقد إن اليوم سوء التوفيق كان، أو إيش بسموه، ما كان معك التوفيق منك، يعني ما مش موفقة أبداً. أنا حاسس هيك لأنه أنا كنت أعتقد إنه بطلع منك غيرك. كل التوفيق لك. أوكي، وبتستاهلي كل خير. زي ما قالت فعلياً، لأن الواحدة مش مطبخة ومش متعودة وأدواتها، وهي أكلة كتير، يعني إحنا بنعملها كل أسبوع ولا كل أسبوعين، فبتحسي حالك يعني أنت متمرسة ومتمكنة فيها. لما ما بتلاقي إشي أو بتطلع لك مثلاً مش نوع البامية اللي أنت بتحبيها أو نوع اللحم اللي أنت متعودة عليها، ممكن تواجهك بعض المشكلات. بس عن جد ما شاء الله عنكم التنتين، وألف مبروك، وإن شاء الله يعني أكيد لسه الطريق أكيد المجالات مفتوحة. هذه شروط المسابقة، إحنا كيف نتكيف مع المسابقة وكيف نكون إحنا يعني نأخذ الوضع طبيعي كأنه في البيت، يعني حتى فهمت علي كيف. تجربة حلوة، إن شاء الله تكون استفدت، ومبروك كمان لروان. وربنا إن شاء الله يخليك يعني لقدام تكون موفقة. شكرا للجنة، وهارد لك منار، إن شاء الله موفقة برا البرنامج أكيد. وأهلا وسهلا فيك للمرحلة القادمة. مشاهدينا، حلقتنا لليوم خلصت، لقونا المرة الجاي بحلقة جديدة وتحدي جديد. خليكم معنا وما تروحوا لبعيد. باي باي.